أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري يوافق على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تطوير. الرياض تستضيف غدا الدورة الخامسة من معرض انترسك السعودية العالمي، أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يطلق أول برامج مسار واعد، ووزارة الصناعة توقع 5 اتفاقيات داعمة للبرنامج. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله بجامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين. يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب فعالياته بعنوان وجهة ملهمة بمشاركة أكثر من 1300 دار نشر من 32 دولة، ويقدم المعرض لزواره باقة من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامجه الثقافي المتضمن أكثر من 200 فعالية إلى جانب منطقة الطفل، وكذلك يشهد مشاركة دور عالمية لعرض المقتنيات واللوحات الفنية النادرة وكذلك الكتب والمقتنيات مخطوطات نفسية. لفتت البرامج والأنشطة التفاعلية التي يقدمها جناح هيئة التراث المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب زوار المعرض الذين توقفوا أمام الأفلام والصور المرئية التي عرضت أبرز مواقع تراث الثقافة في المملكة، وتؤكد ما تتمتع به أرض المملكة من إرث كبير في التاريخ. للتقنية الرقمية دور إيجابي في الحفظ والأرشفة ونشر المعلومات وتعزيز التبادل المعرفي والثقافي بين المجتمعات. جناح هيئة التراث في معرض الرياض الدولي للكتاب تميز بطرح التراث السعودي بما يتناسب مع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة. كتب وثقت التراث السعودي، وخلال ثواني معدودة ينتقل الكتاب المطبوع إلى هاتفك بنسخة رقمية. لا يقتصر الأمر على الكتب فقط، فهناك فيلم قصير يعرض للزوار من خلاله يمكننا التعرف على فتاة ثاج. فمن هي؟ كنت أميرة صغيرة هنا، أمتلك الكثير من المجوهرات الذهبية وأدوات الزينة. كل مكان على أرض ثاج، وتزينت جدرانها بكل غالي ونفيس. تحف فريدة تجعلها تلمع كالنجوم في سماء الليل. أنشطة تجارية ومناطق تصنيع ووحدات سكنية مزينة بأجمل العناصر المعمارية. تواجد الكتب التراثية ونشرها بما يواكب التطور التقني سيسهم في نشر المعرفة وسيسهل اقتناء الكتب وقراءتها متى ما أردنا.
يعرض جناح وزارة الشؤون الإسلامية في معرض الرياض الدولي للكتاب إصدارات الوزارة العلمية والدعوية، كما يعرض شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية الرقمية التفاعلية والتي وضعت لزوار المعرض للاستفادة من العلوم الشرعية بأحدث الأساليب التقنية. كما اطلع زوار الجناح على إصدارات المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البرنامج الدعوي انتماء ونماء في مرحلته الأولى، والذي أقيم في المساجد والجوامع وعدد من الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم النسائية وجمعيات التحفيظ للبنين والبنات في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني 93 للمملكة، والذي يهدف إلى التعريف بفضل الوطن وبيان مكانة المملكة وإبراز جهودها. حصلت وزارة الشؤون الإسلامية على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في فئة الابتكار من خلال منافستها مع 1300 جهة وبرنامج بتطبيق التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والمنصات للحج والعمرة. وتهدف الجائزة إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني. حذرت النيابة العامة من المخاطر السبرانية داعية إلى تجنب التجاوب مع الروابط مشبوهة المصدر. جاء ذلك تجاوبا مع النيابة على منصة إكس مع حملة الهيئة الوطنية للأمن السبراني بعنوان لا تفتح مجال، والتي تحذر من التجاوب مع المواقع المشبوهة والروابط الاحتيالية. أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أول برامج مسار واعد، والذي يستهدف الابتعاث المبدئي بالتوظيف مع الشراكة بالشراكة مع شركات القطاع الخاص. وجاء إطلاق البرنامج بتوقيع الوزارة لخمس اتفاقيات مع شركات صناعية، وتركز هذه الاتفاقيات على ست برامج تدريبية، وذلك لتأهيل العاملين في المصانع الوطنية في عدد من الوظائف. يذكر أن مسار واعد أحد مسارات استراتيجية برنامج الابتعاث، والذي خصص لدعم القطاعات الواعدة في تنمية القدرات البشرية لتلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من خلال برامج ابتعاث وتدريب على رأس العمل في المنشآت العالمية. دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيسهم بشكل كبير في تخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس. وتعد الإنفلونزا عدوى فيروسية حادة تصيب جميع الفئات العمرية وتنتشر بكل سهولة عن طريق الرذاذ أو لمس الأسطح الملوثة، وذلك مع بدء موسم الإنفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول. تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة أعمال المعرض الزراعي السعودي 2023 والمؤتمر التجاري الدولي في دورته 40 خلال الفترة من 23 وحتى 26 من أكتوبر الحالي في الرياض. ويتزامن مع الحدث إقامة ثلاثة معارض متخصصة تشمل المعرض السعودي لتغليف الأغذية، وكذلك المعرض السعودي للأغذية الزراعية، والمعرض السعودي للاستزراع المائي بمشاركة أكثر من 410 شركات من 40 دولة حول العالم وثمان أجنحة وطنية. تستضيف الرياض غدا الثلاثاء الدورة الخامسة من معرض انتريسكا السعودية العالمي، والذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن. الحدث يأتي لإبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة مع عرض أحدث منتجات الشركات المحلية والعالمية وخدماتها وتقنياتها، كما سيغطي المعرض مجالات الأمن السبراني فضلا عن السلامة من الحرائق والمراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ والابتكارات والتقنيات.
يواصل المؤتمر 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية 2023، والذي ينظمه المركز الوطني للوقاية وقاء من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحته، أعماله التي تهدف إلى تطوير وتحسين الصحة الحيوانية عالميا وتحليل الوضع الصحي الوبائي إقليميا، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الحديثة في مجال الصحة الحيوانية. مشاهدي الكرام، الآن نعود بكم إلى أصداء معرض الرياضة، وينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل خالد التميمي. خالد، بداية أهلا بك في هذه النشرة. خالد، ضعنا في أجواء المعرض، مدى الإقبال على هذا المعرض، كذلك أيضا حدثنا عن مطالعات الزوار لهذه الكتب الموجودة هناك والمقتنيات. نعم، مساء الخير لك عبد الرحمن وللسادة المشاهدين. في خامس أيام هذا المعرض لا زال يواصل استقبال زواره منذ ساعات الصباح الأولى. طبعا نتكلم اليوم عن هذا العرس الثقافي، بكل تأكيد يعني يضم بين يعني أجنحة العديد من القراء والمثقفين الذين يلتهمون كل ما يحلو لهم من العلم والفائدة. طبعا اليوم عبد الرحمن هناك منصة لتوقيع الكتب في هذا المعرض، تشهد حضور عدد كبير من الكتاب والمثقفين وتوقيع كتبهم أيضا مع دور النشر التي يبلغ عددها ما يقارب 1800 دور نشر ودور بالوكالة. لعلي في هذه الدقائق عبد الرحمن أخذ معي إحدى أو أحد المؤلفين والكتاب اللي تواجدوا اليوم في هذا المعرض ووقع أول كتاب له، يحيى رياني الشاعر والمؤلف. أول شيء نرحب فيك ونبارك لك توقيع أول كتاب لك. الله يبارك فيك وسعيد بكم طال عمرك. اليوم معرض الكتاب الدولي بالرياض تظاهرة ثقافية ضخمة، ليس على مستوى المملكة بل على مستوى العالم العربي، الذي يضم نخبة من الكتاب والأدباء ومحبي القراءة وأيضا دور نشر مميزة. اليوم أنا دشنت أول إصداراتي، كتاب قلبي وما فيه، مجموعة من النصوص الشعرية القصيرة منوعة ما بين وجدانيات وحكم ورسائل إيجابية وقصائد عاطفية، حتى أني يعني كانت بداية استفتاحي في الكتاب في القلب أهل وأحباب وأمنية، فالله يحفظ قلبي ثم من فيه. اليوم أنت متواجد في هذا المعرض، ودي أخذ منك بعض الأبيات، أكيد في أبيات جهزتها عن هذا المعرض. سام، المعرض زي ما قلت لك هو تظاهرة ثقافية، والحقيقة حقيقة الأمر بما يحتويه من مسرح ومن نصوص شعرية ومن كتب أدبية تحار، حتى أن يقال الصوت في حرم الجمال جماله، لكنني أخذ لك بعض المقتطفات من هذا الكتاب الذي كتبته قلبي وما فيها. قول ولولي دعوة ستجاب يوما، فأمي ثم أمي ثم أمي، ولولي دعوة ستجاب يوما، فأمي ثم أمي ثم أمي، فديت جدالها طيبا وعطرا إذا نثرت لتطيب وشمي، فديت كفوفها دفئا وحبا إذا بسطت لتقبيل وشمي، وأمي جنة ورضا نعيم وبسمتها الحياة بغير غمي، ولولي دعوة ستجاب يوما، فأمي ثم أمي ثم أمي. يا سلام يا سلام، الله يحفظ لكم ويحفظ كل مشاهد ومستمع أمهاتهم. أتكلم معك اليوم عن توقيع الكتاب، كيف ترى إقبال الزوار على مثل هذه الكتب؟ إقبال الناس على المعرض بهذه الكثافة هو أكبر دليل على حب الناس للقراءة والمعرفة والاطلاع، كثرة الكتاب كثرة المثقفين، ومع ذلك توافد الناس عليهم محبة من أهل وأصدقاء وزملاء. اليوم لما كنت أدشن ورأيت انطباعات الأصدقاء والأحبة والزملاء والمحبين، يعني يثلج صدري ككاتب، أكيد يثلج صدور كل الكتاب. اليوم إقبال الناس على القراءة، كنا نقول فترة ماضية أن الناس قد عزفت عن القراءة، لكن اليوم بما نشاهد من إقبال ومن توافد من حضور ومن كثافة ومن ثراء معرفي وزخم إعلامي جيد يبشر بخير وبأمة تقرأ. يعني في ظل المنصات الرقمية، هل المثقفين لا زالوا يبحثون عن الأوراق والكتب؟ كانت واحدة من الأسئلة تأتيني، هل توجد نسخة إلكترونية لهذا الكتاب؟ وتأتي كثير من الكتاب. أعتقد أن الكتاب الإلكتروني ينافس الكتاب الورقي، لكن تظل السيادة للكتاب الورقي لعلاقة وطيدة ما بين القارئ وما بين هذه الأوراق. يعني أنت عنونت الكتاب بقلبي وما فيه، وأنا أعنون هذا المعرض، المعرض فيه ريان.
أو يحيى رياني. شكرا جزيلا. شكرا لك، وأنا من هذا المنبر أوجه لكم الشكر كنافذة ثقافية إبداعية، وسامحني على هذه الكلمة. اليوم العصر كان مفترض يكون معكم الأستاذ عبد الرحمن السعد والأستاذة أميرة مجاشي، أنا أعتذر منهم لكن ما شاء الله الزحام اللي صار في المعرض أعاقنا قليلا وهم يعذرون، لكن أنا سعيد ومستبشر بهذه التظاهرة الثقافية العظيمة. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ، الله يعطيك العافية. إذن عبد الرحمن، بالفعل هي تظاهرة ثقافية تجمع العديد من المثقفين والكتاب والقراء ولكل مهتم ومهتمة بمعرض الرياض الدولي للكتاب. هذا ما لدي من هنا، عودة من جديد لك، تفضل. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل الأخبار السعودية زميل خالد التميمي من المعرض الدولي للكتاب، شكرا لك خالد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مركز الملك سلمان للإغاثة، جهود إنسانية مستمرة لدعم المنكوبين حول العالم. أهلا بكم. أصدر المصدر الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الجاري للعاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسبة التوطين في القطاع الخاص في الربع الثاني لأكثر من 17% لكلا الجنسين، وتصدر نشاط المعلومات والاتصالات معدلات التوطين بنسبة 60%، يليه نشاط التعليم بنسبة 53% وفقا لتقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل. وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين تطوير، والذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم. تطلق سدايا الجمعة المقبلة فعالية الطريق إلى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي أذكى، وتستهدف هذه الفعالية حضور 5000 طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وستشهد عددا من البرامج الفكرية والإبداعية بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر مع المختصين في المجالات التقنية المتقدمة، وذلك بهدف تنمية وصقل مهاراتهم وإطلاعهم على مستقبل الذكاء الاصطناعي. أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة الوصول إلى رقم تاريخي غير مسبوق في التسجيل بالأولمبياد الوطني إبداع 2024، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 210 ألاف طالب وطالبة من 48 إدارة تعليمية، بزيادة 44% عن العام الماضي، وذلك لخوض أكبر وأهم منافسة طلابية في مجال الأبحاث، والتي تستمر عاما كاملا وتنتهي بالفوز بجوائز إبداع المحلية قبل الانتقال للمشاركة الدولية، وتمثل المملكة في معرض آيسف 2024. تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعد غد الأربعاء الملتقى العلمي استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، ويهدف الملتقى والذي يأتي في إطار سعي الجامعة لمواكبة مستجدات التقنية ضمن جهودها لتعزيز قدرات منسوب الأجهزة الأمنية العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته الإيجابية ومنع استغلاله بدوافع إجرامية، إضافة إلى الاطلاع على التحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون في هذا المجال، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين من الدول العربية وعدد من المنظمات والجامعات الدولية. دشنت جامعة أم القرى برنامج الماجستير المشترك في الملكية الفكرية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة. جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للتعاون في تبادل المواد الدراسية وتنسيق مشاركة الخبراء وتنمية الموارد البشري، إضافة إلى تنظيم مشاريع بحثية ومؤتمرات ودورات تدريبية وبرامج تعليمية لإثراء التعليم في هذا المجال.
أبحرت أول سفينة من ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية متجهة إلى ولاية نيو أورلينز الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب، والذي يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة. ويملك ميناء جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، ويعد من أحدث المواني في المنطقة، وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية حوالي 1,200,000 حاوية نمطية سنوية، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي 500 ملايين طن سنويا. سجل مزاد مهرجان تمور العلا أرقاما قياسية في المبيعات، حيث تجاوزت قيمة المبيعات منذ بداية المهرجان وحتى أسبوع الرابع أكثر من 6 ملايين ريال، وبكمية تقدر بأكثر من 500 ألف طن من التمور المتنوعة. يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إرسال المساعدات في مختلف المجالات، ويحظى قطاع الصحة في اليمن بدعم واهتمام كبير نظير الاحتياجات لهذا القطاع للمشاريع الصحية. التفاصيل في التقرير التالي. باعتباره في المرتبة الثانية من حيث الدعم والتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يواصل المركز دعم القطاع الصحي في اليمن بمختلف أقسامه. هنا في مأرب تسلمت وزارة الصحة الدفعة الثانية من شحنة المساعدات الطبية والمستلزمات والمحاليل المقدمة من مركز الملك سلمان، وذلك دعما لمركز غسل الكلى في مستشفى مأرب وبقية مراكز الغسل الكلوي التي تعاني نقصا شديدا في المحاليل الطبية. دعم المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة في المجال الصحي، طبعا عن طريق المركز الملك سلمان والبرنامج السعودي والصندوق السعودي يغطوا كثير من المجالات التي تعجز عنها عن تغطيتها وزارة الصحة، وخصوصا في مجال الغسيل الكلوي. المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مراكز الغسل الكلوي أسهمت في استمرارية تشغيلها في أغلب المحافظات اليمنية. الدعم السعودي دعم متواصل، ويشكروا عليه أشقائنا في المملكة، وليس غريبا على المملكة العربية السعودية دعمهم لأخوانهم في اليمن. 414 مشروعا إجمالي المشاريع التي مولها ونفذها المركز للقطاع الصحي في اليمن بمختلف المحافظات، وبذلك يحتل القطاع الصحي اليمني المرتبة الثانية من حيث التمويل وتنفيذ المشاريع المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. عبد الفتاح غلاب، عدن. قام فريق المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيادة بزيارة تفقدية لمشروع الوحدات السكنية التابعة للمركز والمقامة في مخيمات اللاجئين الروهنجا في منطقة كوكس بازار ببنغلاديش، حيث أن المركز نفذ مشروعا إيوائيا لدعم اللاجئين الروهنجا المتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيمات كوكس بازار لبناء 410 وحدات سكنية. تم تسليم 300 وحدة سكنية منها، فيما سيتم تسليم الوحدات السكنية الباقية خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله. كما قام المركز بزيارة تفقدية لمستشفى أوكيا التخصصي ومستشفى منطقة سادار في جمهورية بنغلاديش، اطلع خلاله على ما قدم لهما من المملكة عبر المركز من دعم حيوي شمل المستلزمات والأجهزة الطبية. يتفاعل الكثير من عشاق القهوة مع اليوم العالمي للقهوة والذي يصادف الأول من أكتوبر، حيث تأتي القهوة كواحدة من ملامح الجمال التي يعيشها الناس في حياتهم بشكل عام، وتمثل القهوة إرثا تاريخيا وثقافيا منذ القدم، ويرمز إلى قيم نبيلة يتميز بها السعوديون. القهوة ليست مجرد مشروب فحسب، إنها ثقافة كاملة ارتبطت بحياة الناس وأيامهم ومناسباتهم
لتكون حاضرة في جميع لحظات حياتهم، حتى غدت عنصرا مهما وفاعلا من عناصر الثقافات المجتمعية. ففي الصحراء تختزل لحظة تحضير القهوة جانبا من المتعة لا ينسى، في اختيار البن وتحميصه وطحنه وتقديمه، والحضور الإنساني والجمالي والفني، حتى أصبحت عنصرا رئيسيا في الثقافة والموروث الشعبي السعودي. سوولي الكيف وارهولي من الدلة، قلبنا الأشقر يداور راس فنجاله، كيف لنا نحرقه بالنار ونزله ولينقطع لورا صنعة عنيناله. وقد أصبحت المقاهي في العالم مزارا مهما لفئات المجتمع عموما والشباب منهم خصوصا، وأصبح كثير من المستثمرين يرغبون في دخول مجال القهوة وتقديم القيمة المضافة في منتجاتهم المرتبطة بها، بدءا بالتوريد من مختلف دول العالم حتى وصولها إلى العميل النهائي. وفي جميع أنحاء العالم يحتفل العالم بمشروب القهوة في الأول من شهر أكتوبر من كل عام. المملكة وبحسب دراسات حديثة تشهد نمواً سنوياً لاستهلاك القهوة بنحو 4% للفترة بين عامي 2016 و2021، متوقعة أن ينمو القطاع بنسبة قدرها 5% خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 28,700 طن بنهاية عام 2026، مما يتيح ويخلق فرصاً استثمارية جاذبة بالقطاع. مصعب الديحاني، الإخبارية، تبوك. عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة. مشاهدينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري يوافق على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تطوير. الرياض تستضيف غدا الدورة الخامسة من معرض انتريسك السعودية العالمي، أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن. برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يطلق أول برامج مسار واعد، ووزارة الصناعة توقع 5 اتفاقيات داعمة للبرنامج. في الختام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.